إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:15. إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسية الدينية والتي أعدها ويقدمها لحضراتكم الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بالقرآن، وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم بيض بالقرآن وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما بعد أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية، رضي الله عنه وعن سائر أولياء الله الصالحين. معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومعنا متحدثا الدكتور محمود الهلالي إمام وخطيب المسجد الأحمدي، ومبتهلا الشيخ حسام الأجاوي. ويحضر معنا أمسية الليلة فضيلة الشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام على مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي. أيها الأحباب، نلتقي مع حضراتكم حول مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله ونتدارس سنة رسول الله، داعين المولى سبحانه وتعالى أن تنزل علينا السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن تحفنا الملائكة، وأن يذكرنا الله في من عنده. نستهل فقرة أمسية الليلة ونستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. فمن
Oh!
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. استهللنا مع حضراتكم فقرة أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية الكريمة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من رحاب مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. أيها الأحباب، نستكمل مع حضراتكم فقرة أمسيتنا ونستمع إلى الكلمة من الدكتور محمود الهلالي إمام وخطيب المسجد. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو سألت هذا العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه من خالقك؟ لأجابك بلسان الحال: أنا مخلوق لله الواحد القهار. يا خالق الكون في عز وتمكين، وكل أمر جرى بالكاف والنون، يا من لطفت بحالي قبل تكويني، ألطف بحالي يوم الحشر ولا تجعل النار تقويني. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثي معكم اليوم عن الدروس المستفادة من خطبة الوداع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في أعظم حجة عرفتها البشرية، في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها رسمت معالم الحج لكل المسلمين في كل زمان ومكان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 100,000 من أصحابه، ألقى عليهم خطبة بليغة هي أعظم وثيقة في حقوق الإنسان. ولا عجب، فهو صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، ورسالته رسالة إنسانية. وقف وأرسى قواعد الإسلام، هدم قواعد الشرك والجاهلية، أعلن استقامة الدنيا كلها على التوحيد لله عز وجل. وهي من جوامع كلمه وفصاحته صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم واختصرت له المعاني اختصارا. وصدق ربي تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقف وقال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال: أيها الناس خذوا عني مناسككم، أيها الناس اسمعوا مني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. بهذه الكلمات الطيبة يؤسس المصطفى صلى الله عليه وسلم مجتمعا حضاريا مستقرا تسوده الألفة والمحبة، يأخذ فيه كل ذي حق حقه، لا يحل فيه لامرئ أن يعتدي على أخيه بأي شكل من أشكال الاعتداء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن من أهم الحقوق الإنسانية احترام آدمية الإنسان، وحرمة سفك دم هذا الإنسان بغير حق. فالإسلام ينهى عن سفك الدماء، الإسلام جاء ليعظم ويعلي من شأن الإنسان. قال تعالى وهو يحكي لنا من ما كان من قتل بين ولدي آدم قابيل وهابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالإنسان شرفه الله عز وجل وكرمه، خلقه الله عز وجل بيديه، أودعه الله عز وجل سره الأكبر
نفخ فيه من روحه، أمر الملائكة له بالسجود، سجود تشريف وتكريم، أسكنه الله عز وجل الجنة. ولما عصى وتاب تاب الله عليه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه. كذلك بيّنت خطبة الوداع حرمة أعراض الناس، فحرمت علينا استباحة الأعراض وانتهاك الأعراض بالقيل والقال. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قال أبو بكر فسكتنا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال رسول الله: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي شهر هذا؟ فسكت وسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أي بلد هذا؟ فسكت وسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحفاظا على أعراض الناس حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يهتك عرضا أو أن يجرح كرامة، لأن عرض الإنسان شرف، ولا يعرف قدر العرض إلا أهل المروءة والدين. ولذلك قال أحد السلف: أدركت أقواما بلا عيوب، ولما خاضوا في عيوب الناس أظهر الله عيوبهم، وأدركت أقواما لهم عيوب فلما ستروا عيوب الناس ستر الله عيوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تؤذوهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعندما تنظر في كتاب الله تجد أن القرآن الكريم يربينا على معنى عظيم، ألا وهو: عندما تتعامل مع أموال الناس، عندما تتعامل مع أعراض الناس، عندما تتعامل مع دماء الناس، تعامل مع أموال وأعراض ودماء الناس كأنك تتعامل مع نفسك. في سورة النور في حادثة الإفك القرآن يربينا: ولولا إذ سمعتموه
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما معنى كلمة بأنفسهم؟ بإخوانهم، بهذا الذي يخاض في عرضه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عندما آكل مالي هل علي إثم؟ لا تأكلوا أموالكم، يعني أموال إخوانكم. إذن القرآن يربينا، الإسلام يربينا على معنى عظيم. عندما تتعامل مع أخيك الإنسان تعامل معه كأنك تتعامل مع نفسك. فما تحبه لنفسك، ما ترضاه لنفسك، ارضاه للناس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما أغرب شيء في العلم؟ قال: أن تضع يدك على قلبك، فما ترضاه لنفسك ارضاه لغيرك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو الإسلام، وهذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. حرمة الدماء والأموال والأعراض، حرم الربا، أمرنا بأداء الأمانات. من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله أنه لا ربا. أخبرنا صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن أن يأخذ من مال أخيه إلا بطيب نفس منه. لم ينسى المرأة في هذا الموقف العظيم، لأنها أساس المجتمع. ليست هي نصف المجتمع، هي أساس المجتمع، صلاحها صلاح للمجتمع. لا يوجد تشريع ولا دستور ولا قانون أعطى للمرأة مثل ما أعطى لها الإسلام. كرمها بنتا وأختا وزوجة وأما. علمنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. أخي، حب البنات فرض على كل كريم، فإن شعيبا لأجل بناته أخدمه الله موسى الكليم. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذن الجهاد في سبيل الله، قال: حي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله، أمي. قال: الزمها فالجنة عند رجليها. استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في نسائكم، إنما النساء شقائق الرجال، فأحسنوا إليهن. هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم أحيينا حياة طيبة، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم أكرمنا يا مولانا بزيارة بيتك الحرام، وأنعم علينا بصلاة بالروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل مع حضراتكم هذه الأمسية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، من هنا من رحاب مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما للجمال تهادى،
في ملكوتي
الله يا الله الله يا الله أنت حبيبنا بك يبلغ الحب العظيم مدى هتفت بها بعد القلوب شفاه سبحانه متفرد سبحانه متفرد بجلاله وكماله متفرد بعلاه في الكون في ملكوته في الكون في ملكوته في أرضه الله يا الله أنت حبيبنا بك يبلغ الحب العظيم مداه. هكذا أيها الأحباب بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي نأتي إلى ختام أمسية الليلة قدمناها لكم من رحاب مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني ومتحدثا الدكتور محمود الهلالي إمام وخطيب المسجد ومبتهلا الشيخ حسام الأجاوي. حضر معنا أمسية الليلة الشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام على مسجد سيدي الشيخ أحمد البدوي. حتى نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.